الحمد لله على السلامة والحمد لله على سلامة الولد. تفضل. الله يسلمكم ومشكورين صراحة ما قصرتوا، والله الواحد ما يعرف كيف يجازيكم. لا لا هذا ولا شيء، هذا ولا شيء، بارك الله. الحقيقة أنا يعني قررنا يعني أنا وإخواني أن نسوي لك قصيدة يا الشيخ أبو مشاري. الله يسلمك إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله يا ابو مشاري، وش هذا كله؟ وش الاحتفال هذا؟ ها من هذه؟ هذه زوجته. اقول ما تخجل، الشيب طارس وجهك ومعرس بعد. ما شاء الله متزوج قبل وما قلت. اي متزوج يا حلو، هذا ولد مشاري. انت اللي كلمتيني؟ انا اللي كلمتك. عطى الشيك. خذ شيكك يا ابوي، الله يصلح حالكم. الله تسهلات باذن الله. اسمع، ما ابغى اشوف وجهك بالبيت وتطلقني، انت سامع؟ هين يا ابو مشاري، بعد اليوم ما يخصك فيني ولا في ولدي، فاهم؟ وانا اقول ليش ما تبغى تسمي الولد مشاري؟ يا ام مشاري لحظه، وش فيك يا حياتي ويا عمري يا بعد روحي وعيني